ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. يعني الحج ركن من أركان الإسلام لكنه مقيد بالاستطاعة. بالاستطاعة، نعم. فمن استطاع ولم يحج فإنه متوعد، قول الله عز وجل ومن فإنه كافر إذا ترك الحج، فإنه كافر جاحدا له. نعم. قال الشيخ رحمه الله: